إلى الزميل محمد الحربي ومهرجان الخالدية الشعري، هذا المهرجان الذي به العديد من التفاصيل المتميزة، كل ذلك وأكثر من خلال هذه المشاهدة وهذا التقرير، ونواصل بعد ذلك، فابقوا معنا. متواجدين معكم مشاهدينا اليوم ضمن مهرجان الخلدية للشعر الشعبي والنبطي، هذا المهرجان يعتبر حاضنة فكرية وإبداعية لهذه المنطقة. خليكم معنا مشاهدين أكثر حتى نتعرف على فعاليات هذا المهرجان. يا هلا. مشاركة الحضور بهالمهرجان الطيب، مهرجان الشعر في الخالدية، لأنه نموذج طيب يحتذى على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي. احنا نفخر ببلدنا وبثقافتنا لأنه نكبر فيها ونكابر فيها، يعني بما معناه لما يكون عندنا ضيوف من دولنا العربية اللي نقدر ونجل شعرائهم ومشاركاتهم، هاي كلها دليل على محبة الأردنيين للشعر وللثقافة اللي تحدثوا عنها، ونقول إنه البلد كبير بطاقاته وإبداعاته خصوصا فيما يتعلق بالثقافة، لأنه كل ما كان في نمو ورقي بالثقافة تجد حتى المجتمع يكون نموه على وتيرة طيبة، ونقول إن شاء الله دائم كل عام يكون هالبرنامج الطيب بهالثقافة والشعر النبطي اللي نكبر بشعرائنا، ونقول لتلفزيوننا أنه ربنا يوفق بلدنا وتكون بلدنا بخير وآمنة بعون الله. يا سلام الله عليكم، كل ما هل الهلال وكل ما البدر اكتمل في ليلها وفي آلها. الحضور جميل، التنظيم جميل، المكان جميل، خاصة ونحن في أجواء يعني صيفية، ما زلنا في نهاية الصيف تقريبا، نقول بلشنا في الشتوية، فالمكان جميل، الأجواء جميلة حقيقة، التنظيم رائع جدا، تنوع في فقرات المهرجان ما بين الشعر الأردني، الشعر العربي، هنا مشارك معنا العراقيين، إخواننا العراقيين مميزين. إحنا مشاركاتنا اللي هي معرض للتراث الشعبي والحياة الشعبية في البادية، معروضات النساء وأشغالهم اليدوية وأشغالهم والمنتجات اللي قوم فيها النساء في منطقة الخالدية. اسمحوا لي أن أوجه للوطن بأكمله هذه الأبيات وأقول: يا موطن الأحرار، يا مهد الرجال، أردن بلاد العز عالي شانها، جال محشوم جالك للعدا صعب المنال، عندك نشامة حاميين أركانها. إلى بغداد الجريحة أنا أم الفخر والعز والأمجاد، وانا العلم اسمعنا الكرامة، وانا ام العراقيين بغداد، وعندي من الصمود اعظم علامة. وهذه الدورة 22 لمهرجان الخالدية، ومهرجان الخالدية سلط الضوء على الثقافة البيئية البدوية في كل الدول العربية، شارك معنا من مختلف الوطن العربي، من جميع دول الوطن العربي، كل دولة عربية كان لها تمثيل في هذا المهرجان في سنة من السنوات. مهرجان الخالدية العربي بصراحة مشاركتي الأولى بهذا المهرجان، واني بصراحة فرح جدا وسعيد جدا بأن أشترك مع ثلة ونخبة كبيرة من الشعراء العراقيين والعرب، وإن شاء الله يا رب
من أفضل إلى أفضل، وبصراحة استمتعت بحضور الجمهور اللي كان أكثر من رائع.